أنا أؤكد سقوط الموصل ككل. الدولة الإسلامية بالموصل تتجول. كانت ليلة العاشر من يونيو نقطة سوداء في سجل الجيش العراقي الذي أهدى الموصل ثاني أكبر المدن العراقية إلى المتطرفين، فيما لم ينجح الجيش العراقي في إعادة جمع قواته بعد الانسحاب الذي وصف بالمهين بداية الهجمات. خطوات داعش كانت أسرع، وذهب التنظيم جنوبا ليلتهم سريعا كل البلدات في الطريق إلى بغداد. أحبطنا محاولة من الدواعش للتعرض على مصفى بيجي. أبرز المناطق التي سيطر عليها التنظيم بداية الهجوم هي انطلاقته نحو تكريت أكبر مدن محافظة صلاح الدين. أزمة تتلخص بغزو خارجي للعراق. وقرب تكريت ارتكب التنظيم مجزرة في قاعدة سبايكر العسكرية قتل فيها جنودا، ولا يزال الغموض يكتنف مصير آخرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي ظهر للمرة الأولى في تسجيل مصور في يوليو. لقد ابتليت بهذه الأمانة. وفي أغسطس رفع التنظيم رايته السود على مباني جبل سنجار معقل الأقلية الأيزيدية، ما دفع الآلاف من سكانها إلى النزوح. العالم كله طالع عافية، بيوت عافية، والعالم بالشوارع، الناس مكتلة كلها بالشارع. الذين طغوا في البلاد إن شاء الله يصب عليهم ربنا صوت عذاب إن شاء الله. في 19 من أغسطس أعدم التنظيم الصحفي الأمريكي جيمس فولي وبث المشاهد. So any attempt by you, Obama. ومن فولي بدأت سلسلة عمليات ذبح رهائن غربيين موثقة بالصوت والصورة. أنا جنود الخلافة وأننا قادمون بإذن الله تعالى. ومع تعزيز داعش مكاسبه شمال العراق شكلت نحو 40 دولة تحالفا لمواجهته في سبتمبر. طائرات التحالف وجهت ضربات عسكرية إلى معاقل التنظيم في العراق بداية، إلا أن داعش رد على تشكيل التحالف بتنفيذ هجوم مباغت لمدينة عين العرب كوباني السورية، ما ركز من ضربات التحالف على مواقعه في البلدة. وفي الشهر نفسه أكتوبر فجع أهالي قضاء هيت في محافظة الأنبار بتنفيذ التنظيم مجزرة كبرى في حق عشيرة البوريمر، القضاء الذي تمدد من خلاله في الأنبار. ماكو عيشة بعد بالعراق، دمرنا. ومع نهاية العام بدأ التنظيم يخسر مساحات سيطر عليها في العراق، وأبقى على قواته الرئيسية في الموصل وبلدات في محافظتي صلاح الدين والأنبار وكركوك. بشاير المطيري، العربية.